السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الكل يكونوا بخير. أصدقائي، اليوم رح نحكي عن تطبيق. هذا التطبيق أصدقائي بإمكانكم تسحبوا منه رصيد بايبل، رح يظهر عندكم إثبات سحب $10 على طرف الشاشة. أصدقائي، رح أحكي لكم عن هذا التطبيق بالتفصيل، ورح أعطيكم طريقة تكسبوا منها $5 عن طريق عرض الكوين ماستر. ركزوا معي كتير منيح أصدقائي بهذا الفيديو، وخلينا نبلش بشرح هذا التطبيق. اول شيء اصدقائي، في عندكم هون 3 خانات بالاسفل، مثل ما شايفين عندكم خانة السيتينج وفي الانفايت وفي عندكم التكست وفي عندكم خانة الهوم. اول شغلة اصدقائي في عندكم هي الهوت ويل، وهي عروض ايرون سورس. مثل ما شايفين اصدقائي، طبعا عروض ايرون سورس هون في عندك 6000، انا مشغل الفي بي ان على امريكا، هون في عندك 7000، هون في عندك 11000. عندك الكوين ماستر ب900 نقطة، يعني رخيصة جدا. هون في عندك البينجو بليتس كمان ب1600 نقطة، كمان يعني نقاط قليلة. المهم اصدقائي، مثل ما شايفين في عندكم عروض، هذا العرض اصدقائي سهل جدا بامكانكم تستخدموه. اصدقائي حاليا الشيء اللي راح احكي لكم اياه هو عن شركة التاب جوي، اوكي، عن شركة التاب جوي وبالتحديد عرض الكوين ماستر. مثل ما شايفين راح يطلع عندكم $5، 5000 نقطة، يعني $5. ركزوا معي اصدقائي، يعني $5. طبعا اصدقائي مثل ما شايفين بيطلب منك انه تكمل القرية التاسعة. اكمال القرية التاسعة ما بياخد معك وقت اقل من 40 دقيقة، بيخلص معك بكل سهولة. مثل ما شايفين عندكم البينجو بليتس هون كمان ب11000، يعني كانت بالايرون سورس تقريبا ب1000 2000، هون ب11000، يعني $10. اوكي اصدقائي، يعني في فرق كبير بالاسعار بهذا التطبيق في عندكم بين التاب جوي وبين الايرون سورس. مثل ما شايفين اصدقائي في عندكم على سبيل المثال كمان هذا العرض السوليتير ب5000 نقطة، وفي عندكم عروض اخرى بالتاب جوي، هذا العرض ب18000 نقطة انا شرحت عنه، وهذا العرض اصدقائي انا شرحت عنه. عندكم الكوين ماستر للفيلجي 35 ب6700 نقطة، بينما كانت بالايرون سورس ب900 نقطة تقريبا. وهون في عندكم عرض الكازينو. هاد اصدقائي في عندكم كمان عرض الديس دريم مثل ما شايفين ب$10 اصدقائي. طيب حبايبي، خلينا حاليا نشوف طرق السحب ونبلش بعرض الكوين ماستر واشرح لكم عنه 100%. اوكي اصدقائي، طبعا هون هدول الخانات الثانية هي نفسها خانات العروض اصدقائي، يعني على سبيل المثال اذا بتضغطوا على هي كمان بياخدكم على الايرون سورس، يعني نفس الخانات اصدقائي بتتكرر عندكم مرة تانية. مثل ما شايفين اذا بنضغط على هاي مو موجودة، هي التاب جوي نفسها، بضل ضغط عليها بتطلع لك التاب جوي. هون في عندك قناة التليجرام، وهون في عندك عروض خفيفة. اصدقائي راح نروح نحن على طرق السحب من هذا التطبيق. راح نضغط على التكست اصدقائي، بعدين راح نروح على راح نروح على السيتنج اصدقائي مثل ما شايفين، وبعدين راح نروح على الويذدراول. مثل ما شايفين حبايبي في عندكم هون $5 بايبل، مثل ما شايفين طبعا هون السحب كلياته بايبل. عندكم $5 ب5000 نقطة، لكن ملاحظة مهمة جدا، اذا بدكم اصدقائي يتسرع السحب اتصلوا فيهم على التليجرام، لاني هو بيتأخر بالسحب. انا جربت التطبيق ودفع لي مثل ما حكيت $10، لكن اصدقائي لازم انتوا تتصلوا معهم على التليجرام، لاني بصراحة هن عم ضيفوا شغلات بالتطبيق، يعني بعد ما بتسحب تحكي معهم على التليجرام بيتم الدفع لك. انا كتجربة اصدقائي جربت التطبيق والتطبيق صادق، فما بعرف يعني اذا بعدين التطبيق ما بيدفع او بيسوي لكم اي مشاكل. اوكي اصدقائي، ولكن نقاط التطبيق بشكل عام نقاط حلوة. خلينا نروح اصدقائي على الكوين ماستر واعلمكم كيف تشتغلوا على الكوين ماستر. طبعا انا حاليا على امريكا، اوكي، انا حاليا على امريكا. ملاحظة مهمة جدا اصدقائي، لازم تأكملوا العرض بالفي بي ان، اوكي، لازم تأكملوا العرض كلياته بالفي بي ان. مثل ما شايفين ظهرت عندي هون الكوين ماستر، راح اثبتها، وبعد ما بتثبتوها بتلعبوا فيها اصدقائي بتوصلوا الفيلجي 9، في عرض نازل عليها بعد ما بتتخطى
القرية الثالثة، على القرية الرابعة بصيروا يعطوك أدوات مساعدة قوية جدا بتحلك إنه توصل للقرية التاسعة بكل سهولة. أوكي أصدقائي، طبعا هذا الفيديو شرحنا عن هذا التطبيق وحكينا عن هذا التطبيق، أنا جربت التطبيق والتطبيق دفع لي، وإذا بتحبوا أنتوا كمان جربوا هذا التطبيق، وإن شاء الله بشوفكم أصدقائي في فيديوهات قادمة بشروحات قادمة. يعني أفضل عرض حاليا هو عرض الكوين ماستر موجود بالتاب جوي، إن شاء الله راح أشرح لكم عن عروض أخرى وشركات أخرى، بشوفكم بالفيديوهات القادمة.